اتصال من مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الأستاذ رامي الريس. مساء الخير. مساء النور، مساء الخير أستاذ رامي. كيفك أستاذ أنا؟ أهلا، كيفك رامي؟ مساء الخير أستاذ رامي. شو بيعني لكم وجود فخامة الرئيس اليوم ببيت الدين؟ وكنا عم نحكي مع أستاذ ألا من شوي على التطمين الذي يرخيه وجود رئيس البلاد في منطقتكم. نحن بطبيعة الحال كنا من المرحبين جدا باستعادة هذا التقليد السنوي ووجود الرئيس عون في بيت الدين، أيضا يعني يعزز هذا المناخ الإيجابي الذي تولد بعد لقاء المصالحة الذي عقد في بعبدة. ونتمنى طبعا يعني أن تستمر العلاقات على هذا القدر من الإيجابية. نحن ما عندنا رغبة على الإطلاق باشتعال السجال دون طائل إن صح التعبير، لا مع فخامة الرئيس ولا مع أي طرف آخر. وبالعكس نحن نتمنى أن يكون يعني الرئيس دائما على مشاشة وحدة من جميع اللبنانيين، وأن يمارس دوره كمرجعية وطنية وفق ما ينص الدستور ووفق طبيعة التركيبة السياسية في هذا البلد، بمعنى أن يكون رئيس الجمهورية هو يعني يملك القدرة على التقريب بين اللبنانيين، وبدل أن يكون طبعا يعني منحازا إلى طرف على حساب أطراف أخرى. نعم، هل سيحصل لقاء بين رئيس الحزب التقدم الاشتراكي ورئيس الجمهورية قريبا كما سمعنا؟ إن شاء الله من الطبيعي طبعا أن يحصل لقاء. معروف نور الجنبلاط وتيمور الجنبلاط يعني عدم مشاركتهم في استقبال الرئيس عون في بيت الدين كان بسبب وجودهم خارج البلاد، ولاحقا إن شاء الله في أقرب فرصة يحصل هذا الأمر. أستاذ رامي، يقال أنه أنتم كحزب تقدم اشتراكي تركتم حلفائكم بعد هذه التسوية، حلفائكم أو أصدقائكم، خليني أعتبر أنه القوات اللبنانية وقفوا حدكم وسندوكم، والدكتور جعجع ظهر بمقابلة وكان شديد يعني خلينا نقول التعاون مع الاشتراكيين. نفس الأمر بالنسبة للكتائب، زاروكم وشددوا بالدعم، ولكنكم اليوم اخترتم ما يناسبكم. هل هي التسوية التي تناسبكم، أو يمكن ما بتحبوا تعبير تسوية، هل هذه الجلسة الخماسية هي التي تناسب تموضع الاشتراكيين اليوم؟ ماذا تقولون لمن دعمكم مثلا؟ أولا نحن ما عندنا شيء ضد مصطلح تسوية. كمان جملات يعني تحدث عن مصطلح التسوية، والتسوية هي عمل راقي في العمل السياسي عندما تستطيع الأطراف السياسية التي تتناقض في مواقفها السياسية أن تعقد تسوية. بالشكل طبعا ما في مشكلة، ولكن اللي حصل ببعضها ما كان تسوية، اللي حصل ببعضها كان لقاء مصارحة ومصالحة. كل الحلفاء، كل القوى السياسية. طب اتفاق على حساب أصدقائكم؟ لا، مش على حسابهم. بفتكر كل الحلفاء، للرئيس الحريري ولا القوة اللبنانية ولا الرئيس بري يعني اللي كان من الاول متحمس لعقد هذه المبادره التي تلقفها الجنبلاط بايجابيه منذ الايام الاولى لوقوع الحادثه. طبعا لاحقا حصلت تعقيدات على الملف ودخلت منعطفات جديده، ولكن نحن من الاساس كنا الى جانب هذا الامر، وما بفتكر حدا من الحلفاء كان يتوقع انه يعني تبقى الخلافات الى ما لا نهايه، لانه اعاده الالتزام لعمل المؤسسات الدستوريه اللي مش نحن كنا مسؤولين عن تعطيلها، انما الاطراف الاخرى اللي حاولت. لا، كان في حديث عن اصطفاف، لانه اصطفاف تقودونه انتم من بوابه لو كان هذه الازمه. لو كان بالاخر يعني وكأنه سقط. الضغط الذي حصل من الاتجاهات المختلفه بالنهايه افضى الى خلاصات معينه، انه بالبلد في استحاله، في صعوبه انه حدا يلغي حدا، لانه سياسات الاقصاء والتهميش ما بتمشي، بتولد توتر وبتخرب يعني الانتظام بالمؤسسات وما بتؤدي الى نتيجه. فاذا كنا بنعتمد هذه القاعده حتى ولو كنا مختلفين في العناوين السياسيه في العناوين الوطنيه ما في مشكله، ولكن ليس على قاعده محاوله الاقصاء او الغاء. عندئذ تنتظم الامور، ما في مشكله. نحن نظام ديمقراطي. هل تتحرك الامور استاذ رامي، هل تتحرك الامور بينكم وبين التيار الوطني الحر باتجاه تقارب، بعد يعني التقارب مع الرئيس والتقارب مع العهد اكثر فاكثر؟ قد ايه رح تأثر، طبعا السؤال نفسه سألناه لأستاذ ألام منذ قليل، قد ايه رح تأثر هذه المصالحة على علاقتكم أو تكون بوابة تقدم بالعلاقة مع التيار؟
أنا بعتذر، ما تسني لي أسمع الحلقة من أولها وأعرف يعني ألان شو جاوب، بس بعرف على كل حال توجهاته دائما إيجابية، وهو رجل صحيح. يعني حوار ورجل انفتاح، علاقتنا طيبة معه على كل حال بكل المحطات. تسلم. بس نحن أنا اللي بحب أوضحه وأقوله عبر الأو تي هي ولجمهور الأو تي هي والتيار الوطني الحر، نحن لا نبحث عن افتعال سجال مجاني لا مع التيار الوطني الحر ولا مع سواه. بفتكر كل الخطوات اللي أخذها وزير الجملات من سنوات إلى اليوم تؤكد حرصه على أن يكون هناك علاقات طيبة مع كل الأطراف، ومن ضمنها التيار الوطني الحر. محاولة التحالف بالانتخابات كانت أحد هذه الأمثلة، لم يكتب لها النجاح، ما مشكلة، رحنا على تنافس ديمقراطي رغم أنه قانون الانتخاب يعني كان بشكل أساسي موجه ضدنا. لاحقا في قداس دائر القمر أيضا قدم وليد جملات خطوة إلى الأمام، للأسف لم يتم تلقفها كما يجب، ورجعنا إلى سنة 68. ولكن مع هذا وكله نحن دائما حريصين على أطيب العلاقات مع كل القوى السياسية حتى ولو على قاعدة الاختلاف السياسي. نعم. أخيرا أستاذ رامي، طبعا أنتم تعرفون أنه في استحقاقات مقبلة وأبرزها التعيينات، ومن ضمن التعيينات أيضا أنتم بأجواء أنه الأمير طلال أرسلان وربما حزب التوحيد هن كمان يعتقدون أنه لازم يكون لهم حصة موجودة ووازنة في هذه التعيينات من الحصة الدرزية. هل ممكن أنه ندخل على مشكل جديد قريبا يعني بعد هذه الصلحة؟ يعني ولا مرة نحن قربنا الموضوع التعيينات على أنه موضوع استراتيجي تتوقف عليه يعني حركة الكرة الأرضية كلها سوا. بس أنا بحب أسأل سؤال بسيط، أنه المرشحين الخاسرين عند الدروز عند السنه والشيعه والمسيحيين راح يطلع لهم حصه بالتمثيل بالتعيينات؟ معلش حدا يجاوبنا على هذا السؤال. انه المرشحين يلي اخذوا 2 و3 و4% من الاصوات عند الطوائف الاخرى راح تحفظ حصصهم بالتمثيل بالتعيينات ولا لا؟ انه هيدي الموجه الجديده انه نحن بدنا نكسر الاحاديه عند الطائفه الدرزيه يلي هي بالاساس مش موجوده. يعني اذا في حدا حامي التنوع داخل الطائفه الدرزيه هو وليد جملاط من خلال هالمقعد الشاغر، اول دوره او الثانيه. ما هو سينطبق عليكم ما سينطبق على الجميع، يعني مش بس عند الدروز، عند الشيعه في عندنا ثنائيه، عند المسيحيين عندنا ثنائيه. اذا كل المرشحين الخاسرين بالطوائف الاخرى راح يتمثلوا، اهلا وسهلا فيهم يتمثلوا الشباب، ما في مشكله. طيب شكرا جزيلا استاذ رامي الرئيس مفوض الاعلام في الحزب التقدم الاشتراكي على هذه المعلومات. شكرا.